دعم للعراق ورسائل مبطنة بين المشاركين في مؤتمر البرلمان العربي والكويت تدعو بغداد لترسيم الحدود البحرية. بين مؤيد ورافض، قانون الانتخابات يفجر الخلافات داخل قبة البرلمان ودعوة لإعادة ثقة جمهور بالاقتراع. دعما لشريحة المتقاعدين، السوداني يعلن حزمة إجراءات تنظيمية والمركزي يصدر توجيهات جديدة تخص سعر الصرف. تأخر الموازنة يلقي بظلاله على المحافظات، إيقاف للمشاريع وتراجع في الخدمات ومواطنون ينتظرون مصيرهم. جولة إخبارية من الرابعة، أهلا بكم. انطلقت في بغداد اجتماع الدورة 34 للاتحاد البرلماني العربي، وفي كلمة الافتتاح رحب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالمشاركين في مؤتمر الاتحاد، مؤكدا أن هذه الاجتماعات تشكل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات بين البلدان العربية. تشكل هذه القمة البرلمانية خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلداننا الشقيقة وتحديث أدواتها ووسائلها وتحويل النظر في جداولها وخططها إلى عملي في ميدانها. كما نقدر عاليا الشعار الذي تحمله هذه الدورة بخصوص دعم العراق، مؤمنين إن النوايا والقلوب لأشقائنا أشد بلاغة وتعبيرا من كل ما قيل وسيقال بهذا الخصوص، وهذا ما نتطلع له الآن ولاحقا، ونعي أهمية هذه المساندة العربية في المضي قدماً لعراق آمن وشرق أوسط مستقر ووطن عربي ينمو ويتقدم بموازاة حاجات العصر ومتطلبات المرحلة الحالية والمقبلة. كما ننتظر أعمال المؤتمر 34 الكثير من المخرجات في نقاشاته وطروحاته لقضايا الأمة العربية ومستجدات الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمهم والعاجل. عن رفضه لاعتداءات الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية والإساءة إلى الأديان السماوية، داعياً إلى تبني الدول العربية قراراً بعودة سوريا إلى محيطها العربي. نعبر عن رفضنا لاعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني وتجاهله لكل القيم والمبادئ الإنسانية بحق الأشقاء الفلسطينيين، ونكرر تأكيدنا اليوم على موقفنا الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية. ومهما مر الوقت وتغيرت الظروف الدولية، فإننا ننطلق من رؤية وإيمان راسخ بأحقية إخواننا الفلسطينيين بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة. ونحن ندعو اليوم إلى تبني الدول العربية على كافة المستويات البرلمانية والحكومية قراراً بعودة سوريا إلى محيطها العربي وإلى ممارسة دورها العربي والإقليمي والدولي بشكل فاعل، والعمل الجاد لاستقرار هذا البلد العربي الشقيق وعادة تأهيل بناها التحتية وعودة أشقائنا السوريين الذين هجرتهم الحرب إلى ديارهم وبلادهم معززين مكرمين. في الأثناء، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي الدول العربية للاستثمار في العراق، وأكد المندلاوي خلال كلمة العراق في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي على أهمية الارتقاء بالواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الوطن العربي، داعيا إلى اتخاذ موقف لحماية حقوق الدول العربية وحصصها من مياه الأنهار. إن العراق في إطار عملية البناء والإعمار وسعيه الحثيث لتوفير البيئة الملائمة للمستثمرين، يدعو جميع أشقاء العرب للمساهمة الفعالة في استغلال الفرص الحقيقية للاستثمار في مجالات المطروحة كافة. وفيما يتعلق بملف البيئة والتغيير المناخي والأمن المائي والغذائي، فإن بلداننا من أكثر الدول تأثيراً بالظروف والمتغيرات البيئية نظراً لموقعها الجغرافي، الأمر الذي يتطلب موقفاً عربياً
موحداً وتوحيد الجهود وتفعيلها تجاه هذه التحديات، وخصوصاً ما يتعلق بالأمن المائي وحقوق البلدان العربية في حماية حصصها المائية من المياه الأنهار، إذ يعاني العراق من هذه المسألة مع دول المنبع منذ عقود. وخلال المؤتمر دعا عضو مجلس الأمة الكويتي ثامر الضفيري مجلس النواب العراقي إلى استكمال مباحثات ترسيم الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق نهائي لتحسين العلاقات بين البلدين. فإننا ندعو الأشقاء في البرلمان العراقي للسعي لدى الجهات المختصة في جمهورية العراق للإسراع في حسم القضايا العالقة مع الدول المجاورة، ومنها استمرار التفاوض مع الجانب الكويتي للتوصل لاتفاق نهائي بشأن استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد النقطة 162، وذلك لتحصين وتحصينا لعلاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين، والنأي بهذه العلاقات عن الحملات الإعلامية التي تتناول الأحداث بشكل سلبي يؤدي إلى تصاعد خطاب الكراهية بين الشعوب في ظل غياب هذه الاتفاقات. هذا وأبدت الدول المشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي دعمها للعراق حكومة وشعبا في جميع المجالات، مؤكدين أن العراق الآمن الموحد يشكل مصلحة للأمة العربية جمعاء. إن الأردنيين جميعا وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم يدعمون جهود العراق الرامية إلى تحقيق مصالحهم الوطنية، ولطالما كان جلالة الملك يدعو المجتمع الدولي وقواه الفاعلة إلى إسناد العراق، كما أن ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله في القمة العربية التي عقدت مؤخرا في الجزائر كان يحمل ذات الرؤية الملكية. وإن مؤتمرنا 34 الذي ينعقد اليوم على أرض العراق الشقيق هو تأكيد واضح وترسيخ جلي لهذه الرغبة فينا، وهذا هو التوجه الذي نؤيده جميعا، لا سيما أنه ينعقد تحت شعار الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته. أن أعبر عن خالص شكري للحكومة والشعب العراقي على سدد وإيفاء الديون المستحقة على الصومالي، وختاما أدعو الله أي وفقنا في مداولاتنا وتشاورنا الأخوي الإيجابي بالتوصل لقرار عملي تدفع بالتكامل العربي إلى الأمام. ها نحن في بغداد، غمز عراق ينهض ويقاوم وينتصر ويبني، وفي ضيافة شعب يأبى إلى أن يقف في عزة وكرامة وشموخ. الجزائر كانت وستبقى دوما إلى جانب العراق لاستعادة عافيته والحفاظ على وحدته وتحقيق استقراره وسيادته، ومن عقاد هذا المؤتمر ببغداد إلا علامة أخرى لعودة العراق الشقيق إلى دوره العربي والإقليمي والدولي المحود. لا شك أن هذا المؤتمر الذي تحتضنه بلاد الرافدين الضاربة في عمق التاريخ والحضارة الإنسانية ومهبط ديانات السماء رغم ما مر عليها من محن واضطرابات وغزوات التكفير الأخيرة المشوهة لديانات السماء السمحاء المدمرة للإنسان كما الحجر، مع ذلك يعود العراق ليستعيد علقه وإشعاعه كحجر الرحى في سعيه للربط بين الأشقاء على مستوى جيرانه كما بقية العالم. في السياق، أعلن عضو البرلمان العربي المراقب النائب ناظم الشبلي انسحابه من جلسة الاتحاد البرلماني العربي. الشبلي خلال تغريدة له على تويتر ذكر أن الانسحاب جاء احتجاجا على وصف رئيس مجلس نواب اليمن الحوثيين بالميليشيات القاتلة، مشيرا إلى أن الحوثيين هم مواطنون تعرضوا للظلم من نظام غير عادل وفقا لتعبيره.
هذا الموضوع نتابعه وسنستزيد عنه في حديث مع ضيفي داخل استوديو أخبار الرابعة، الباحث والأكاديمي السياسي الدكتور طالب محمد. بداية أرحب بحضرتك دكتور عليك. ونشكرك على قبولك الدعوة. شكرا لكم. حياك الله. إذن غاب المؤتمر عن العراق ربما لأكثر من 3 عقود، والآن هو بدورته 34 في بغداد. ربما بغداد هنا تحاول من خلال هذا المؤتمر أن تعود إلى الانفتاح الدبلوماسي الخارجي على الصعيدين العربي والإقليمي. أتساءل بداية دكتور، ماذا يعني أن يكون هذا المؤتمر في بغداد أولا، وربما كم سيضيف زخم جديد للعراق بأن يكون يستعيد دوره على جميع المستويات؟ يعني أعتقد ربما هي بحد ذاته اليوم أنه هي مو فقط رسالة، وإنما فعلا هناك واقع. هذا الواقع يقول أن العراق عادة، لكن عاد في صياغة سياسية جديدة، باعتبار أن العراق ربما هو النموذج الأمثل بالمنطقة إقليميا والدول المجاورة أنه يتمتع بنظام سياسي ديمقراطي، وبالتالي هذه الدولة العراقية قد واجهت أزمات وتحديات كبيرة جدا، قد تكون داخلية وخارجية، ولعل أهم الخارجية هي الحرب على الإرهاب، وبالتالي حتى عندما نقول أن هناك البنية الاجتماعية قد تأثرت بعوامل اقتصادية وعوامل أمنية، وبالتالي اليوم العراق يمكن وصل إلى درجة عالية جدا من الاستقرار الاجتماعي والسياسي، هدوء سياسي اليوم يتمتع خصوصا بعد حكومة السيد السوداني، وبالتالي أعتقد أن كل الزيارات السابقة للحكومات السابقة اليوم تكللت على أن العراق أيضا بدأ أصبح حاضنة للجامعة العربية والدول العربية وحتى الإسلامية، فأنه يقول أنه هذه البلاد مفتوحة لكم وأبوابها مفتوحة، وبالتالي يمكن مناقشة أمورنا فيما بيننا. أنا أعتقد أيضا ربما قد تكون هناك أيضا فوائد أخرى، يعني فضلا عن هذه الأمور التي تعلن عنها، أنه دائما نعرف جيدا سيدتي الكريمة تعلمين أنه هناك استغلال لهذا الوقت يكون من كبار السياسيين في سبيل أنه يمهدون لمشاريع قد تكون استراتيجية قريبة الأمد بعيدة الأمد، في سبيل أنه تتحول إلى تحت السلطة الحكومات التنفيذية، بالتالي يمكن أن تكون هناك أيضا لقاءات، هذه اللقاءات تثمر طبعا عن استثمارات في المجال الاقتصادي، عن استثمارات سياسية، نعم، عن أمنية، وبالتالي أعتقد ينعكس على العراق داخليا وحتى على الدول المجاورة والمنطقة. طيب، ربما هناك الكثير من التحديات التي تواجه المنطقة وليس فقط العراق، ربما حتى على صعيد مكافحة الإرهاب وما إلى ذلك، ما أبرز التشريعات التي من الممكن أن تضمن في هذا المؤتمر بحيث تفيد المنطقة من ناحية يعني مكافحة الإرهاب ومن الجانب الأمني أيضا؟ يعني أعتقد ربما هذا السؤال مهم جدا، باعتبار أنه العراق اليوم حتى من خلال دول الناتو، الناتو كلها تشير إلى أن العراق اليوم يمتلك بيان واسعة جدا عن تحركات التنظيمات الإرهابية وعن التمهيدات اللوجستية والمالية، وبالتالي أعتقد هذا كله خزين طبعا للدولة العراقية ولجهاز الأمن بالعراق، وبالتالي عندما تعاملت الدول مع العراق وفق منظومة التبادل الاستخباراتي والمعلومات بني على هذا الأساس، وأعتقد العراق يعني من خلال كبار السياسيين الدوليين والعالميين أنه كان يحارب نيابة عن العالم، حارب الإرهاب وقدم قوافل كبيرة من الشهداء، بالتالي هذا أيضا زادت خبرتنا طبعا الأمنية، ويحاول الآخر أن يستفيد من هذه الخبرة. بالتالي أنا أقول طبعا العراق دائما يسعى إلى أن يبني هذه الجسور في سبيل أنه يعني بمعنى فكرة كلما تكون المنطقة تعيش نسبة عالية جدا من السلام والاستقرار، تلقائيا سيكون معها نشاط اقتصادي ونشاط للاستثمارات، وبالتالي هذا ينعكس إيجابيا على المواطن سواء كان في العراق أو خارج العراق، وبالتالي اليوم طبعا أعتقد أنه فعلا هناك إشارة على أن المنطقة تعاني من أزمات، حتى تكون أزمة سوريا أزمة الفلسطينية كلها هي محل النقاش، وبالتالي هذا طبعا ينعقد ما يفيدني أنا كعراقي بشكل خاص أن العراق هذا هو العراق اليوم بعد عقدين بعد 5 دورات انتخابية، التجربة للنظام السياسي، تعالوا يا كبار السياسيين في المنطقة وانظروا إلى التجربة وإلى النظام السياسي وإلى حرية التعبير وحقوق المواطن. نعم قد تكون هناك ملاحظات، لكن الدولة العراقية والمجتمع العراقي هو يسعى لتحقيق أمثل هذه المقولات في سبيل أن يصبح النموذج السامي للمنطقة.
ويستعد عافيته ربما بعد هذه النكبات المستمرة. يعني ذكرت قبل قليل حول منظومة ربما مشتركة يمكن أن تتحقق، يعني كنا نسمع عن منظومة الدفاع المشترك، منظومة الدفاع العربي المشترك، هل من الممكن الوصول لهكذا أهداف يعني أم أنها ستبقى ربما على الورق وتطرح في المؤتمرات فحسب؟ هذا أيضا سؤال أيضا مهم جدا، هذا يعتمد طبعا على الفلسفة السياسية للدول، بمعنى أنه البوصلة إلى أين متجهة؟ هل متجهة تجمعنا رابطة الدم؟ ما هو الروابط المشتركة فينا بلا حساب أن نفصل دولة نحسبها على خانة دون خانات الأخرى؟ بمعنى أن لغة المحاور يجب أن تنتهي، أن يكون الكلام عن جامعة عربية. هذه الجامعة العربية لها مشتركات كبيرة، سواء كانت تاريخية، دينية، مذهبية، مصالح مشتركة، وبالتالي يفترض أنه المعنيون يكونون مسؤولين عن حماية هذه المنطقة بلا حساب أو ربما تسقيطات أيديولوجية معينة أن أحسب هذه الدولة على تلك، وبالتالي ربما قد تراجعت. وفعلا أنا أعتقد شهدت المنطقة بالسنوات الأخيرة تراجع كبير من الناحية الأمنية والعسكرية، السبب أن هناك التشظي بقرار زعماء الجامعة العربية، وبالتالي أعتقد هذه فرصة يمكن طبعا إعادة تفاهمات جديدة، وأعتقد ربما ستكلل هذه التفاهمات إلى نجاح. كنا لا نود أن نقاطع هذه الخبرة الحذقة دكتور طالب محمد الباحث والأكاديمية السياسية، عذرا لضيق الوقت، شكرا وتشرفنا بوجودك معنا. شكرا لك. ننتقل إلى ملف آخر في جولتنا الإخبارية، مع أن طرح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات على جدول أعمال البرلمان، لكن من هي حتى عاد الخلاف بين الكتل السياسية إلى الواجهة من جديد، حيث قال النائب المستقل عادل الركابي أن القانون الجديد يخدم في النهاية القوى الكبيرة ولا يعطي مقابل ذلك أي فرصة للمستقلين أو القوى المدنية أو القوائم المنفردة، مبينا أن القانون بصيغته الجديدة يجبر الجميع على الائتلاف في كتل كبيرة لخوض الانتخابات. من جهتها أكدت لجنة الأقاليم النيابية أن هناك العديد من الإشكالات التي تواجه قانون مجالس المحافظات ما زالت قيد النقاش، وقال عضو اللجنة محمد الشمري أن هناك اعتراضات عديدة على القانون، ومنها الاعتراض على مسألة دمج مجالس المحافظات ومجلس النواب في قانون واحد، موضحا أن هناك الكثير من الأمور التي لم تحسم بعد بشأن الانتخابات المزمع عقدها في تشرين الأول من العام الحالي ومدى استعداد المفوضية لإجرائها والأمور اللوجستية والأموال المرصودة لها. إلى ذلك أكد رئيس تحالف العزم مثنى سامورايي أن القوى السياسية لم تحسم موقفها حتى الآن من قانون الانتخابات المحلية، وقال السامورايي أن الخلافات تتركز حول الكثير من القضايا، لافتا إلى أنها أهم النقاط أو نقاط الخلاف هي سانت ليغو والعد والفرز الآلي واعتماد بطاقة الناخب البيومترية أو البطاقة الموحدة. مشاهدينا الكرام، نكون بذلك نتوقف في هذه الجولة الإخبارية للانتقال إلى البيان الختامي للاتحاد العربي للبرلمان. في توفير الخدمات للشعب العراقي الشقيق، وانطلاقا من واجبنا كممثلين عن الشعوب العربية وتطلعاتها وآمالها، فإننا نعرب عن عزمنا وإصرارنا على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لتكون مؤثرا ايجابيا وفاعلا في الدبلوماسيه الرسميه لبلداننا، بهدف النهوض بواقع الامه العربيه وتلبيه طموحات شعوبنا بتحقيق التقدم والاصلاح والتنميه المستدامه، فضلا عن تعزيز اسس العمل العربي المشترك والالتزام بمبادئ التضامن العربي، بهدف الوصول الى ارضيه مشتركه تؤسس لامن عربي مشترك يسهم في محاربه الارهاب وحمايه المنطقه العربيه واستقرارها، الأمر الذي يشجع على المزيد من الاستثمارات والمشاريع التنموية التي تعود بالخير والرفاه على شعوبنا العربية.
ونشدد على جدوى وفاعلية استمرار الحوار والتشاور بين الأشقاء بهدف تقديم رؤية واضحة تمكننا من تحديد مواطن الضعف والخلل وتجعلنا أكثر إدراكاً وجاهزية. ولنؤكد على رفض أي فكر يدعو إلى الكراهية والعنصرية والإقصاء والتهميش تحت أي ذريعة كانت، كما نحث المؤسسات الدينية والفكرية والتعليمية للقيام بما يجب عليها بغية التصدي لأفكار التطرف والعنف والإرهاب. يدين اتحاد البرلمان العربي بأشد وأقسى العبارات ويرفض العمل الهمجي والجريمة المروعة للمتطرفين من السويد الذين أقدموا على حرق نسخة من المصحف الشريف، حيث يعد ذلك انتهاكاً صارخاً للمبادئ والمواثيق الحقوقية الدولية، فضلاً عن كونه استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين حول العالم، ناهيك عن استهدافه المتعمد للقيم الإسلامية المقدسة وتغذية خطاب الكراهية والعنف بذريعة حرية التعبير بدلاً من تعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ العنف والتطرف وإقصاء الإنسان لأخيه الإنسان. يجدد اتحاد البرلمان العربي دعوته لأعضاء البرلمانات الدولية والمنظمات الفاعلة لإصدار تشريعات لتجريم مثل هذه الأعمال وإدانتها جملة وتفصيلا، والعمل معا على زيادة التنسيق والتعاون للارتقاء بالخطاب الإنساني المبني على المحبة والسلام وقبول الآخر بغض النظر عن المعتقد أو العرق أو الدين، وعدم الخلط بين حرية الدين والمعتقدات وحرية التعبير. وتأييد الاتحاد البرلماني العربي لإدراج بن طارق على جدول أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي المقدم من مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة باسم المجموعة البرلمانية العربية تحت عنوان تجريم ازدراء الأديان وانتهاك دور العبادة والمقدسات ونشر الكراهية بين الشعوب والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين. وأن الاتحاد البرلماني العربي يجدد موقفه التضامن الداعم والراسخ لكل جهد يصب في دعم القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، قضية فلسطين العربية أبد الدهر والتاريخ، مؤكداً العزم والإصرار على بذل الغالي والنفيس في سبيل إعلان قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف. ويجدد في الوقت ذاته مطالبته للمجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الإنسانية الدولية الفاعلة والبرلمانية الديمقراطية والاتحادات البرلمانية الدولية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والعمل بالمزيد من الجدية والتنسيق والتعاون فيما بينها لوضع حد نهائي للانتهاكات والممارسات للكيان الإسرائيلي المحتل اللا إنسانية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، فضلاً عن ممارسة جميع أنواع الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال للانصياع لمقررات الشرعية الدولية ووقف جميع المخططات الاستيطانية التوسعية والمجازر الدموية لترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ناهيك عن لجم المستوطنين واعتداءاتهم على المقدسات الإسلامية والمسيحية وكبح استفزازاتهم العدائية المستهترة والمتكررة في باحات المسجد الأقصى المبارك وربوع القدس الشريف. ويعلن المجتمعون تضامنهم مع شقيقة سوريا وتشكيل وفد من اتحاد البرلمان العربي للتأكيد على دعمها والوقوف مع شعبها واستمرار تقديم الإمكانات اللازمة للوقوف مع الأشقاء السوريين بعد حادث الزلزال الذي أصاب عدداً من المدن والقرى فيها، وضرورة العمل العربي المشترك على كافة المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية. ونتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مملكة البحرين الشقيقة أثناء ترأسها لاتحادنا هذا وما بذلوه من جهد، كما ونرحب باستضافتها لأعمال الجمعية العامة القادمة لاتحاد البرلمان الدولي والذي لن ندخر جهداً في الوقوف إلى جانبها من أجل إنجاح هذه الفعالية العالمية. وفي إطار ما اجتمعنا عليه فإن الاتحاد البرلماني العربي يتقدم بجزيل الشكر لجمهورية العراق الشقيق على حسن استضافته لمؤتمرنا 34 مثمنين المواقف الوطنية لجمهورية العراق رئيساً وحكومةً وبرلماناً، وكلنا أمل وثقة بقدرة العراق وشعبه الأصيل على دحر الإرهاب ومجابهة العقبات والتحديات التي تعترض مسيرته للنهوض مجدداً قوياً وقادراً على صنع حاضره ومستقبله، ونحن مع ذلك ونحن من ذلك واثقون. حرر في بغداد جمهورية العراق يوم السبت الموافق 25 من شباط فبراير 2023.
هذه صيغة بيان إعلان بغداد كما تم الاتفاق عليه. مشاهدينا الكرام، كنا قد استمعنا وإياكم إلى البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي على لسان رئيس مجلس النواب العراقي سيد محمد الحلبوسي، الذي وضح فيه أهم النقاط هي حول نبذ العنف والكراهية أيضا، وتأكيد الاتحاد على ألا تصدر تشريعات الأعمال التي تحض على الكراهية، وأبرزها كان حرق المصاحف القرآنية في بعض الدول الأوروبية. كما ذلك كان في إدراج لبند للطوارئ لتجريم ازدراء الأديان وتعزيز التعايش السلمي ما بين جميع الأوطان، كما في ذلك تجديد الموقف الداعم والراسخ للقضايا العربية، كان أبرزها بالتأكيد القضية الفلسطينية، وأيضا لإعلانها دولة كاملة السيادة وأيضا عاصمتها القدس، وتحمل المسؤوليات لوضع حد للكيان الصهيوني وممارسة الضغط على الاحتلال لوقف جميع المخططات الاستيطانية وكبح الاستفزازات العدائية في ربوع فلسطين. كما أكد البيان أيضا على مساندة ودعم سوريا لعودتها إلى المحيط العربي والحضن العربي وممارسة جميع صيغتها البرلمانية العربية، كما تقدم بالشكر إلى مملكة البحرين على استضافتها وإنجاحها هذه الفعالية البارزة، وثمن الاتحاد العربي البرلماني دور العراق في المنطقة البارز، وكانت هذه الصيغة البيانية الختامية للاتحاد البرلماني العربي. بذلك نكون قد اختتمنا هذا الملف، وننتقل الآن إلى ملف مجالس المحافظات وقانون الانتخابات للحديث عنه بشكل تفصيلي مع ضيفي النائب المستقل السيد جواد اليساري. بداية نرحب بحضرتك سيد جواد ونشكرك على قبولك الدعوة. تحياتي لك وتحياتي لزميلك وتحياتي لجميع مشاهدي قناتكم الكرام، أهلا وسهلا بكم أختي الكريمة. حياك الله. إذن ربما بعد أن تأجلت الجلسة لحدوث مشادات حول قانون الانتخابات الجديد والتعديلات عليه، وقاطع النواب المستقلون الجلسة وقتها، من ثم كثرت الاعتراضات باعتباره يكرس التفرد واحتكار السلطة من قبل الأحزاب الحالية على لسان النواب المستقلين، هذا ما ذكر. هل من الممكن أن يسحب تعديل قانون الانتخابات بهذه الصيغة وأسباب الخلافات على صيغة قانون وتعديل سانت ليغو؟ تفضل. تحياتي لك أختي الكريمة وتحياتي لجميع المشاهدين. تعود المواطن العراقي أن يكون هناك قانونين للانتخابات، قانون الانتخاب مجلس النواب وقانون انتخابات مجالس المحافظات، وهذه القانونين حقيقة كل قانون يندرج تحت مادة من الدستور، أي مادة دستورية ثابتة. قانون مجالس المحافظات تتحدث عنه المادة 122 ثالثا، وقانون مجلس النواب هو تتحدث عنه المادة 49 ثالثا. لكل انتخابات لها قانون ينظمها ويحدد الصلاحيات لكل مجلس من هذه المجالس، ولكن شاهدنا في جلسة يوم الخميس هناك رغبة من بعض الكتل أن تجمع القانونين في قانون واحد، وهذا ما دعا المستقلين إلى الاعتراض على هذا القانون بحجة أن القانونين كل واحد يتحدث عن مجلس النواب مادة ومجلس المحافظات مادة أخرى. نعم. طيب سيد جواد، يعني تمثيلكم الحالي وصلاحياتكم الحالية هل تتيح لكم رفض هذا التعديل؟ يعني حسب ما أذكر أنه تم جمع تواقيع 70 نائبا ربما لرفض هذا القانون وهذا التعديل، رغم أن كان عدد النواب الموجودين هو يسمح بأن يمرر هذا القانون، فصلاحياتكم الحالية وتمثيلكم الحالي في البرلمان، هل من الممكن أن تسحبون هذا القانون أو تعدلون عنه بصيغة تناسب الاقتراع وتعيد الثقة فيه؟ نعم.
كنواب مستغلين قدموا اعتراضهم بعد جمع تواقيع أكثر من 70 نائب مستغل، وأعتقد هناك بعض الأعضاء سيلتحقون بالمحترضين ويوقعوا على هذه القائمة. لكون الانتخابات التي مضت واللي جرت لانتخاب مجلس النواب الحالي هي كانت دوائر متعددة لكل محافظة، وهذه الدوائر المتعددة أتاحت للمستغلين أن يكون لهم حظوظ وتمثيل في مجلس النواب حاليا، ولولا تعدد هذه الدوائر لما أصبح لهم صوت حاليا. الأحزاب والكتل الكبيرة ترغب بأن تجعل كل محافظة دائرة، وكذلك استخدام قانون اللي هو مرفوض، قانون ساتلوجي الذي ترفضه الكتل الصغيرة الناشئة وكذلك المستغلين، لأنه هذا مشروع حسابي وضع لحرمان المستغلين من الصعود. طيب. طيب زاد فضلك سيد جواد، يعني بنقطة أخيرة سمحت لي، يعني كان هنالك ما نشر على صفحة السيد الزاملي وعلى لسان ممثل المرجعية، لا للقائمة المغلقة لا للدائرة الواحدة، بهذه الصيغة كان هذا المقطع المنشور. هل من الممكن أن يتيح لكم هذا المقطع، أن يفتح لكم نافذة أمل ربما بأنه لا يتم التعديل على قانون والعودة إلى قانون سانت ليغو، وما هي فرصتكم في قانون سانت ليغو؟ الحقيقة المستغلين يستندون إلى المرجعية وقوتها التي تطالب حسب معلوماتي من خلال خطبها بأنها رافضة للقائمة المغلقة وترغب بالقائمة المفتوحة، وكذلك ترغب بتعدد الدوائر، وكذلك شعبنا عندما انتفض وتظاهر مدة طويلة وطالب بتعديل هذا القانون، واستطاع المشرع أن يقنع الشارع وأن يتناغم معه من خلال تشريع قانون في الدورة السابقة الذي وزع المحافظات إلى عدة دوائر. أملنا أن يستمع رؤساء الكتل والأحزاب الكبيرة، يستمعوا لرأي المرجعية ولرأي المستقلين ولرأي الشارع الذي يرفض الهيمنة ويرفض الدائرة الواحدة، لكون الدائرة الواحدة وهذا القانون يمنع وصول المستغلين ويحرمهم من تمثيل مناطقهم ومن تمثيل شعبهم. واضح جدا. النائب المستقل السيد جواد اليساري، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإيضاحات. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني بإطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية دعما لشريحة المتقاعدين، استنادا للبرنامج الحكومي الذي تضمن رعاية ودعم كبار السن والمتقاعدين. وقال مصدر حكومي أن التوجيهات تضمنت شمول المتقاعدين بقطعة أرض سكنية لغير المستفيدين، وصرف مكافأة 500 ألف دينار للموظف في يوم انفكاكه من دائرته. كذلك شملت الإجراءات منح المتقاعدين تخفيضا بنسبة 25% على الخطوط الجوية العراقية ذهبا وإيابا لمرة واحدة في السنة. في سياق آخر، أصدر محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق توجيهات جديدة لاستقرار سعر الصرف. العلاق خلال استقباله عددا من قادة الأجهزة الأمنية وأصحاب شركات الصرافة أصدر عددا من التوجيهات، أولها مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من البنك المركزي وتفتيشها. كما وجه المحافظ الجهات الأمنية المختصة بمتابعة المركبات وتفتيش في الطرق والمسارات المؤدية إلى الحدود لمنع تهريب العملة، بالإضافة إلى تقديم وثائق حول المبالغ المرسلة من المصارف والشركات إلى فروعها. في الأثناء، وصلت أسعار صرف الدولار ارتفاعها في الأسواق المحلية. مراسل قناة الرابعة ذكر أن سعر بيع الدولار في بغداد سجلت 153 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء العملة الأجنبية 152 ألف دينار.
هذا وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ارتفاع الإنفاق الاستثماري في موازنة العام الحالي، وقال صالح أن ما يميز الموازنة العامة هو الإنفاق الاستثماري المتصل بخدمات البنية التحتية في مدن العراق وبشكل متسق، بينا أن الأهم في نشاط الإنفاق الاستثماري هو كفاءة الإنجاز المادي والمالي، وأشار إلى أن ضمان كفاءة الإنفاق الاستثماري أكدتها حملة الخدمات التي جاء بها المنهج الوزاري للحكومة، والتي ابتدأت مؤشراته الواقعية والعملية بقوة منذ تشرين الأول الماضي. في الأثناء أكدت اللجنة المالية النيابية تضمين مشروع قانون الموازنة العامة ألف الدرجات الوظيفية لمفسوخة عقودهم. عضو اللجنة معين الكاظمي قال إن هناك ألف الدرجات خصصت لمفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة، ومن المفترض أن يكون هناك تنفيذ لهذه القرارات دون محسوبيات أو التفاف، منوها إلى أن اللجنة المالية ستتابع أي ملف تتضمنه الموازنة وتعمل على أساس إنصاف أصحابها. هذا وكشف تحالف العزم بأن موازنة 2023 ستصل بداية آذار المقبل، مرجحا حسمها بغضون 7 أسابيع. النائب عن التحالف طه المجمعي قال إن الموازنة القادمة ستكون الأكبر من ناحية حجم الأموال، وأن الحكومة ما تزال تجتهد من أجل معالجة كل النقاط المهمة في القانون، مشيرا إلى أن بداية آذار المقبل ستكون الموازنة لدى اللجنة المالية النيابية من أجل إجراء المناقشات الضرورية عليها. أعلن وزير العمل أحمد الأسدي إطلاق حملة بحث كبرى في 4 محافظات غدا الأحد، وقال الأسدي إن الوزارة ستطلق حملة بحث اجتماعي كبرى ستتركز في جميع الأقطية والنواحي بمحافظات الديوانية والمثنى وقضاء سنجار ومدينة الصدر ببغداد. من دار أحد دور الأيتام نعلن اليوم الخميس مع ذكرى ولادة الأنوار الشعبانية إكمال أكثر من 2000 بطاقة كيكارت ويشمونهم بالحماية الاجتماعية من الأيتام، واليوم وزعنا على هذه الدار كل بطاقات الكيكارت لكل المشمولين. أيضا من يوم 15/1 اللي هو يوم انطلاق الحملة حملة البحث الاجتماعي الكبرى لغاية اليوم تم بحث 319443 أسرة. من يوم الأحد القادم ستطلق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حملة بحث اجتماعي كبيرة ستتركز في التالي: أولا كافة الأقضية والنواحي في محافظات الديوانية والمثنى السماوة، كذلك سنطلق حملة بحث في قضاء سنجار حيث أن عدد المتقدمين 18,966 يعني حوالي 19,000. أيضا يوم الأحد سنطلق حملة بحث اجتماعي كبرى في كافة مناطق مدينة الصدر، وكذلك سنبدأ بحملة توسيع الاستهداف لكافة العائدين في مدينة الموصل وخصوصا للجانب الأيمن والموصل القديمة، حيث عدد المبحوثين وصل إلى 1183 ويبلغ عدد المتقدمين 5,000. يوم الأحد القادم سنبدأ بحملة أيضا كبرى في جانب الأيمن من مدينة الموصل ومدينة الموصل القديمة. تصدت قوات الحشد الشعبي لتعرض إرهابي شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن إرهابيين هجموا نقطة أمنية تابعة للفوج الثاني في اللواء 62 في منطقة الهيب شمال قضاء المقدادية وتم التصدي لهم. شرعت قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة بعملية تفتيش واسعة شرق محافظة صلاح الدين، وذكر مراسل الرابعة أن القوات المشتركة شرعت صباح اليوم بالعملية الأمنية لتطهير جزيرة ألبو مرموس والمناطق المحاذية لنهر دجلة شرق محافظة صلاح الدين. نشر جهاز الأمن الوطني اعترافات منفذي جريمة خطف وقتل طفلتين في بغداد والتي أثارت الرأي العام في وقت سابق، والذي دعا للقبض على المتورطين وإنزال القصاص العادل بحقهم. طلعنا 2 أطفال قاعد يسوق لقدام وأنا اللي ورا قاعد،
رحنا وراها بالتيك توك، وحده من يمها صعدت ويانا، قلت لها تعال خلنا نوصلك، صعدت وحده ويانا، والثانيه ما قبلت تصعد، قلنا لها صعد ويانا ما صعدت، فقلنا لها خلنا نوصلك ويانا ببلاش. من قلنا لها نوصلك ببلاش هي صعدت ويانا. بعد ما خذيناها احنا رحنا بالافرع ورحنا للبيت اللي ماجرينه اللي بيتجاوز. بعد ما رحنا البيت التجاوز حولت انا اللي قدام حول على مود يفتح الباب، انا طببت التيك توك جوا. نزلنا البنات اثنيناتهن، وحده هو اخذها والثانيه انا خذيتها. دخلناها جوا وانا دخلتها البنيه بالغرفه. خلينا ذيك البنيه خليناها لاصقه بحلقها وشناطات بديها وبرجليها. خليناها على صفحه. جبنا الثانيه خلينا لاصقه بحلقها وشناطات بديها وبرجليها وطبقناها واحده بالثانيه. تزيت البصمه من السم كارت الكلك على الواتساب. وغيرت الصوت ببرنامج المغير الاصوات. بعد ما دزينا البصمه وطلبنا من يمه مبلغ، بعد ما طلبنا من يمه مبلغ دزانا بصمه. الو السلام عليكم عمو، شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ خدمتك ان شاء الله، بس كون انت طيب واحنا بخدمتك. انتوا بعد ما يعطيكم الفديه تلقون سراح البنات؟ لا سيدي، احنا اصلا مقررين يعني نقتل البنات لان البنات يعرفنا. بعد موافق يعطيكم المبلغ، شنو اللي صار؟ رحنا البيت اللي بالتجاوز، رحنا للبنات شفناها الميتات لان كنا شادين بالتيب ومختنقاتهم ميتات. يحقق البرلمان الاسبوع المقبل بالخروقات الامنيه الاخيره من خلال استضافه معنيين في هذا الملف في ظل دعوات لتفعيل الجهد الاستخباري وتوسعه العمليات الاستباقيه. الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها بغداد وديالة تدخل ضمن مساعي لجنة الأمن والدفاع النيابية التي تعتزم خلال الأسبوع المقبل استضافة قادة أمنيين وعسكريين إلى البرلمان للتحقيق في حادثتي الطارمية والجيالية ومناقشة أسباب تكرار الهجمات الإرهابية وعودة حوادث الاغتيال. مؤخرا سيتم استضافة القادة الأمنيين في الأسبوع المقبل إذا لم تتعارض مع أيام جلسة مجلس النواب، ويتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل أعضاء لجنة الأمن والدفاع إن شاء الله للوقوف على حيثيات الحادث. برلمانيون وخبراء أمنيون يرون أن تكرار وقوع عمليات إرهابية ينفذها داعش في عدد من محافظات العراق التي كان ينشط فيها سابقا يشكل خطرا مهددا بعودته من جديد، ما يعني ضرورة مراجعة الخطط الأمنية وتفعيل الجهد الاستخباري وتوسيع العمليات الاستباقية ضد خلايا الإرهاب. المشاكل الأمنية تندرج في محافظة ديالى، أولا خلوها من عمل حقيقي للقضاء على العصابات الإجرامية المنظمة وكذلك ما تبقى من خلايا داعش اللي موجودة في المناطق البعيدة من داخل محافظة ديالى، المناطق الوعرة التي لم يتم مسك هذه المناطق إلى هذه اللحظة لعدم وجود قوات كافية، بالإضافة إلى هذا عدم وجود كاميرات في محافظة ديالى تابعة إلى الحكومة، تخلو ديالى من الكاميرات داخل المدن. ولم تبتعد مجريات الأحداث الأمنية الأخيرة عن مناخ الخلافات السياسية الذي يؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار البلاد. فقار فاضل، بغداد، الرابعة. وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في بغداد. السوداني وخلال ترأس اجتماع لممثلي شركات القطاع الخاص العراقية المتخصصة بتنفيذ مشاريع شبكات الصرف الصحي، أكد حرص الحكومة على إزالة كل العقبات التي تعيق تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وإلائها الأولوية في التنفيذ لارتباطها بمحور الخدمات في البرنامج الحكومي. كما شدد السوداني على ضرورة أن تكون معايير المشاريع ضمن المواصفات المطلوبة. 70 مشروعا خدميا من المؤمل أن تشهده العاصمة أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، يأتي ذلك في وقت تشكو بغداد من تهالك البنى التحتية وغياب الإعمار. هي حملة أو قد تكون ثورة ستشهدها بغداد خدميا، أعلن تفاصيلها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أمانة بغداد. وقد يكون الشروع بتلك المشاريع الخدمية والتطويرية
النهضة المنتظرة لانتشال العاصمة من واقعها المأساوية خدميا. احنا البارحة من قرينا الخبر فرحنا كبير لهذا الفرح، لأنه احنا ولد بغداد اللي وعينا على بغداد اللي كانت هي مهد الحضارة واللي كانت الناس قبلة للآخرين، نريد تعاد من جديد، لأنه الإهمال واضح في جميع نواحي، وهاي المبادرة يمكن لحتكون لتعيدها إلى مجد عظمتها سابقا. والله أنا أعتبرها من أهم القرارات، لأنه الإنسان من يشوف مدينته منطقته جميلة طبعا هاي أتغير حتى نفسيته. هي خطوة حلوة بالنسبة للمواطن، بس احنا عندنا مثل شعبي يقول لا تقول سمسم إلا تلهم. احنا إذا ما نشوف على أرض الواقع هذه الخدمات ما نقدر نقول فلان زين وفلان مو زين. انطيني حقق لي مشروعين ثلاثة خدمية حتى أقول والله الحمد لله والشكر بدت الحكومة تعي وتنظر إلى المواطن وإلى الوطن بنظرة عطوف واحترام. أربع مراحل من المنتظر انطلاقها في العاصمة الأولى تتضمن 70 مشروعا للتطوير وإكساء الشوارع بمساحة تتجاوز 8 ملايين متر مربع، ومشاريع أخرى في مجالات مختلفة منها الجسور والمجسرات والأنفاق والنقل العام والسكن وقطاعات الصرف الصحي ومشاريع الماء الصالح للشرب وزيادة المناطق الخضراء. يعني هي بغداد بحاجة إلى هكذا خدمات، بحاجة يعني هي وما يحيطها، يعني هي ونواحيها والأقضية اللي يحيط بغداد خرايب. يعني شنو اللي خلال 20 سنة شنو اللي تقدمت بهاي المناظر؟ كل أخذ محيط بغداد كله، إحاطة بغداد كلها مناطق تعبانة وتعبانة بشكل أعمارها أهلها ناسها، يعني وصلوا الناس مراحل كفروا بالبلد، الناس كفرت بالبلد، يعني ما عايز تريد العراق. جعل أول وأهم محطات العمل الحكومي الشروع بالجهود الخدمية والهندسية في العاصمة سيعالج بالتأكيد النقص الكبير في الخدمات الأساس في العاصمة ولا سيما في الأحياء والمناطق التي تعاني نقصا كبيرا في خدماتها. من بغداد حيدر نصيف، قناة الرابعة. أذكر بأبرز ما جاء. دعم للعراق ورسائل مبطنة بين المشاركين في مؤتمر البرلمان العربي، والكويت تدعو بغداد لترسيم الحدود البحرية. بين مؤيد ورافض قانون الانتخابات يفجر الخلافات داخل قبة البرلمان، ودعوة لإعادة ثقة الجمهور بالاقتراع. دعما لشريحة المتقاعدين، السوداني يعلن حزمة إجراءات تنظيمية، والمركزي يصدر توجيهات جديدة تخص سعر الصرف. تأخر الموازنة يلقي بظلاله على المحافظات، إيقاف للمشاريع وتراجع في الخدمات، ومواطنون ينتظرون مصيرهم. نكون بذلك قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية التي خصصنا الجزء الأكبر فيها لملف مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي وبياره الختامي. بالتأكيد تطرقوا إلى موقع القناة الرابعة دوت تي في ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستغرام تليجرام تويتر سناب شات والتيك توك لمعرفة المزيد من التفاصيل. في أمان الله وحفظه.